امسكي فلوس ولدك مش لازمانة، مش محتاجين مساعدتكم. ليه كده يا حاج؟ بتزعقي في امي ليه؟ ده جزاتي يعني ان انا عايز اقف جنب اخويا؟ الفلوس اللي خدتها من كامل بالذل عشان ما تتسجنش مش عاوزينها. وانتي اوعي تفتكري اني هسيبك قاعده في بيت رضوان الجرحي. انا قاعده في ملك ابني اللي هو ابن رضوان الجرحي لو كنت نسيتي. انتي اللي الظاهر نسيتي عملتك السودة. ما تهدي وتركعي بقى يا وليه، كفاياكي. خلاص الشاهد في القضيه بتاعتي هيخف ويقول الحقيقه، وساعتها هحط صوابعي العشرة في عينيكو. أنا قلت اللي عندي، يا أنا يا أنتي في بيت الجرح دي.